النهارده شايفين اول اجتماعات عضو لجنه التاسيس اللي هو حضرتك باعضاء اللجنه اللي حضرتك انشاتها، يا ترى ايه الكلام اللي اتقال النهارده في هذا الاجتماع؟ والله هو يعني طبعا انا اول حاجه وجهت الشكر الكامل والتقدير الكامل لكل اعضاء اللجنه لانه كلهم اصحاب خبرات علميه وتطبيقيه كبيره جدا، وشكرتهم لان ده واجب وطني، وهم الحقيقه استجابوا استجابه قويه وفوريه وسريعه جدا بدون تفكير عقلي ولكن بدافع وواعز نفسي، ودي بتمثل بالنسبه لي قيمه كبيره جدا من اساتذه كبار قوي وقدرهم عالي جدا في الرياضه بالتحديد في مصر، واعتقد ان هم كان ليهم دور كبير قوي في عمليه اعطاء للثقه او اعطاء الثقه في المهمه اللي ربنا قدرني ان انا اكون موجود فيها. اعتقد ان هم تجردوا من كل شيء خاص بالجوانب النفسيه وبمراكزهم، وشعرت ان هم بيأدوا واجب وطني، فانا حبيت اشكرهم على هذه القيمه. النهارده الحمد لله احنا قعدنا اول جلسه اتكلمنا في امور كثيره جدا، كان في تحديد لجدول اعمال ان شاء الله، حددنا يوم الثلاثاء القادم يبقى في الجلسه الثانيه، هتبقى قبل الجمعيه التاسيسيه اللي هتتعمل يوم الاربع. حددنا فيها بعض الاقتراحات، ومن ضمن الاقتراحات دي هيبقى في على الصفحه بتاعتي في الفيسبوك ان شاء الله برضو مواصله وتحاور مع العديد من الشباب والرياضيين. احنا عايزين نوسع قاعدة الحوار بحيث ان احنا يبقى في مشاركة كبيرة جدا من اي انسان شاعر ان هو سواء اعلامي او رياضي او حتى شاب عادي، في ان احنا نسمع الاراء. عايزين في الاخر خالص عايزين نوصل لمضمون نقدر نقنع بيه المسؤولين عن وضع الدستور ان الرياضه تبقى حق مكفول لكل انسان مصري منذ نشاته، بحيث ان هي تعود على المجتمع بالنفع في جميع الجوانب بتاعته. توقف الحياه الرياضيه، وهذا الكلام انا اعلنته قبل كده كلام غلط جدا، لان المفروض في مشاكل خاصه بالرعايه، في مشاكل خاصه بالعقود، ده قطاع منتج بيشتغل فيه ناس كتير. القضيه طبعا الاساسيه هي قضيه الشهداء، اتمسك ناس متهمين، النيابة حولتهم للجنايات، ننتظر رأي القانون فيه، لكن الحياة يجب أن تستمر. القصاص قادم من خلال تطبيق القانون على الناس اللي ثبت اتهامهم في هذه القضايا. الفكرة النهاردة كان اجتماع تحضيري، هذا الاجتماع بحث منهجية والطريقة اللي هيتم اتباعها في عمل اللجنة في المرحلة القادمة، وبدأنا نعرض الرؤى المرتبطة بالرياضة في كافة الدساتير اللي موجودة في العالم، وكيفية صياغة هذه الدساتير للأمور الرياضية في دساتير هذه الدول، وبدأنا نحط الإطر العامة للرياضة. هناك رياضة للبطولة، هناك رياضة للممارسة العامة، هناك رياضة مدرسية، رياضة جامعية، كلها رياضة للمعاقين. كل هذه رؤى يجب أن تكفل لها الدولة ويجب أن تهتم بها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى المواطن المصري بصفة عامة، ومن أجل الوصول إلى مستوى رياضي. لا يعقل أن دولة بحجم مصر عدد ممارسي الرياضة فيها لا يتخطى ممارسة الرياضة البطولية 300 ألف، في ظل قاعدة الشباب تتخطى 33 مليون في كل الاتحادات الرياضية. كان يشغل بالك وانت في هذه اللجنة أن أنت إزاي فكرة الرياضة هي فكرة قومية، يعني احنا يجب ان نؤمن بان الرياضة رسالتها ليست رسالة مقصورة فقط على الممارسة الرياضية، ولكن رسالة تهدف الى الارتقاء بالمستوى القومي للدولة. ما يشغل بالي هو ما يشغل بال كل المصريين، وما يشغل بال قناتكم وما كل الاعلام الرياضي، هو كيف نصل الى ما يلبي طموحات المجتمع المصري والشعب المصري في وضع المواد والرؤى الخاصة في ما يتعلق بالشباب والرياضة في الدستور المصري، وبالتالي تقدر تاخد منها بعد كده قوانين وإلى آخره، وتحاول توصل بقى إلى ما يستطيع به الإنسان إن احنا نخلق، يعني الخالق والله، لكن إزاي نخلي فيه إنسان متربي رياضي. يعني بنتكلم دائما عن الرياضة على إنها عملية إدوكيشن، حتى كنا بنحاضر مع والتر كاك العام الماضي في 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 السعودية في دورات معينة وخاصة بالاحتراف الرياضي، وهو كاتحاد الفيفا بيقول ان كرة القدم education عملية تربية، بتكلم عن التسويق والانتاج والمنتج الجيد في الرياضة وفي الكورة وازاي بيؤدي الى تسويق جيد، لكن في الاخر كل الناس معترفة ان الرياضة education، وهذا هو الجزء الغامض لما بنيجي بنتكلم عن كرة القدم او الرياضة في مصر.